اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فعل التفاعلات على رسائل. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات والأصوات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعلات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعلات على الرسائل على رسائلي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حفظ. قم بالضغط هنا عفوا. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل على الرسائل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.